هيدي أطيب وصفة ريد فيلفت حتجربوها. بتكون تخلطوا السكر مع الزبدة أول شي، بتزيدوا بيضة، تخلطوهن كتير منيح. على جنب بتكون كوكو وفانيلا والليكويد كالورينج اللي هو الأحمر، تخلطوهن ترجعوا مزبوط. بتحطوا باتر ميلك وطحين وبتحطوهن على دفعتين، بتزيدوا البيكنج سودا والملح والخل الأبيض. هذا اللي بيخلي البيكنج سودا يتفاعل ويخلي الكيك يطلع كتير مويست وفلافي. أنا قررت استعمل هيدا الكيك بان. بهذا الوقت عملت الكوين شيز اللي هو سكر وزبدة وفيلادلفيا وحليب، لأنه هلأ بتشوفوا كيف حأعملهم وكيف حزينهم للكيكس. جربوها وخبروني كيف تطلع معكم. صحتين.